النتيجه تاع الرسمه ديالي من بعد ما كملتها ديال الفنان الكبير جات الملح. الى عجبتكم الى عجبكم الرسم ديالي ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتخلوا لي ملاحظاتكم وتعليقاتكم اسفل الفيديو. وإلا كنتوا اول مره تشرفوني بالزياره ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب لايك الفيديو لاكبر عدد تاع اللايكات. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في رسمه مقبله او وصفه مقبله. دمتم في رعايه الله.